كثير. انا نعطيك اختي القريش لتوحد مراكش الا كان باقي الوقت. يلا ناخذوه من عندك معلوم. واخا انت غتقصي نزيدو القريشلات دائما مع اختنا الحادقه خديجه من مكناس. قريشلات مراكشيين هادو. مراكشيين اصلا الوالده ديالي زايده في مولاي ابراهيم وكبرت مراكش. اهلا الله يرحمها. ايوا الحمد لله انتم دابا الله يطرح لكم الخير والبركه. امين بارك الله فيك اختي. وراه دابا ملي كنفقدوا الامهات ولا الاباء ديالنا كان هادشي ديال الطياب اللي كانت السيده كتصوب بيديها راه كل مره تحيه لروحهم طاهره لانه كنفكروا كنقولوا هذه الميمه وهذه البركه. ايوا شتي بارك الله فيك اختي. اي والله الله يرحمها ويوسع عليها. امين ويرحم جميع المسلمين. امين يا رب العالمين. كيلو الفورس لا ونص ربعه الزبده غير نص ربعه اييه وشويه الزنجلان وشويه النافع اييه وجوج خمارات اها وكاس تاع الزيت اها وجوج كيسان السنيده نعم وقبيصه الملح اها كل ما دافي اها ما غير شويه ماشي ثاني شويه نعم وتشدهم السيده تعجنهم مزيان. نعاودوا معك هاد المقادير الا سمحتي لي خديجه. كيلو الفورس اييه نص ربعه الزبده اييه شويه الزنجلان نص ربعه يعني 125 غرام يعني الربعه الصغيره كيف كيقولوا. اييه ديك الربعه كنقسموها على زوج. اذا نص ربعه زبده اييه وشويه الزنجلان نعم وشويه النافع وجوج خمارات نعم وكاس تاع الزيت اييه وجوج كيسان السنيده قبيصه الملح نعم ولا لا واحد شويه الماء دافي يكون غير شويه ماشي. اذا هادو قريشلات تتعجنهم بالماء دافي ماشي بالحليب. لا كتعجنوا بالماء. واخ اذا من بعد كتبقى تخدم السيدات راه كيعرفوا طبعا العجينه خصها شويه الخدمه. اها اييه هم اللي تجمع لك على ديك العجينه غديريها قريصات غير قياسيين هكا وتحطيهم تخطيهم بشي بلاستيك حتى يرتاحوا ديك 10 دقائق. نعم ومن بعد تجيبيهم لعندك وتوركي عليهم هكا بيدك حتى يرقاقوا. وتشرحيهم بالموس شرائح طويله. اييه. باش يسهلوا عليك ومن بعد كتشديهم وتبداي تبربي فيهم تبربي وتحطي حتى يرقاقوا على حسب الرق اللي بغيتي. نعم. بغيتيهم رقاق بغيتي تخليهم شويه على حسب الاسبوع. ومن بعد ملي تبداي لالا كنقولوا كنحربلوهم. اييه. من بعد لا تبدي تشدي من الاول ثاني وتبدي تقطعي بالمقص بحال مثلا قطعتي هكا بالمقص كتعوجي داك الصبيع شويه وتقطعي وتعوجي شويه وتقطعي فهمتيني اختي. هادو كي كيجيو كيجيو قريشلات مدورين. تيجيو قريشلات داك القريشلات الصغار نتاع مراكش. اييه راه تيجيو عندهم ديك القنيته هكا ملي كيطيبوا. تيجيو ما نقولش لكم من بعد خشيهم في الفران ملي طلعهم ديك الصفوره هكا هزي معلقات العود مره مره حلي الفران بدي تحرك ديك المعلقه حطي احمروا كلهم كيجيو ثاني هادو اكثريه كديروهم في عشر. اييه ومن بعد هكا كتشهيهم اليامات الاخرى كديريهم مثلا كنتي غاده مسافره حسن انا كنفضلهم على هذاك ديمو او تشيبس او سميتو. نعم ملي كنكون مسافره كندير واحد الميكاب صحتي كنكون غاديه هكا ونهز حبيبه كنقصيهم. الله يعطيك الخير. شكرا لك كثير خديجة على هاد الدجاج اللي خديناه محمر بالفران وبالدغميرة رائعة تبارك الله عليك وكذلك هاد القريشلات بالنكهة ديال الحداقة ديال الناس د مراكش. تحية كبيرة لك وهذا عربون المحبة كنقدموه لك هاد الصباح كنسلموا عليك وانت في مكناس ولكن كنسلموا كذلك على ناسك بمراكش.